عليها من ممارستها، ده اللي هنعرفه من خلال تقرير عمرو أحمد. هل فكرت يوما في القفز من طائرة مرتديا مظلة؟ الإجابة ليست بهذه الصعوبة، فرياضة القفز بالمظلات هي رياضة موجودة بالفعل ويمارسها قطاع من اللاعبين، وقد لا يعلم كثيرون أن لها اتحادا أيضا بمدينة نصر في القاهرة، أنشئ عام 1988 وتمارس اللعبة مدنيا منذ ذلك الحين. ويقوم المدربون في هذه اللعبة بإعداد اللاعبين إعدادا بدنيا ونفسيا لكي يصبحوا قادرين على القفز من الطائرة. الطالب اللي هو بيجي 12 سنة ده بيتدرب لغاية ما يوصل سنه 16 سنة، وبعد ما يوصل 16 سنة بيتعمل عليه تيست برضه ونططه بالمظلة إذا مضى في جميع الحاجات. لكن عشان أنا أخده بعمل له اختبار قبول، الاختبار قبول ده بيبقى عبارة عن 5 تمارين بنعمل له اختبار فيها، على الأقل لازم يجيب 55% من النتيجة بتاعت اختبار القبول. وقبل ده كله لازم يكون جاهز أولا طبيا، يعني لازم يكون كاشف طبيا والقلب سليم وجاهز لرياضة القفز بالمظلات، لأن الرياضة دي بتختلف عن أي رياضة تانية. أول ما بيجي الطالب بنحاول أول حاجة اللي احنا نحسسه إن اللعبة دي مش اللي هي آخر الدنيا، أو اللي هو ممكن لا قدر الله ممكن تحصل له حاجة أو لا، بالعكس بنوري له اللي فيه قافزين غيره، وفي بنوري له البطولات اللي حصلت قبل كده، إن الشيء اللي بيعمله دوت هو بطولي جدا بس في قدرة ناس تعمله، فأنت لازم أنت كمان تحققه. تكلمنا مع بعض اللاعبين الذين يمارسون هذه الرياضة، وعبروا لنا عن دوافع اتجاههم لهذه اللعبة وعن شعورهم عندما قفزوا لأول مرة من الطائرة. اللعبة دي أنا بحبها جدا من وأنا كنت صغير، كان نفسي أخش التمرين وأخش الفريق بتاع المظلات ده، عشان شايف إن دي حاجة صعبة جدا، صعب قوي إن أي حد يمارسها أو أي حد يعملها، يعني إن لم تكن مستحيلة، يعني دي عايزة كفاءة وقدرة وبتنمي شجاعة البني آدم والقوة الجسمانية والقوة العقلية والتركيز والحاجات دي كلها بتنميها بطريقه مذهله. يعني اول القفز طبعا كان فيه خوف شديد من الطياره ومن المظلات، تشيل مظله قدام على بطنك ومظله على ظهرك وحمل تقيل وبتاع، وخوف الناس كلها خايفه اول مره وكده، بس طبعا بعد ما قفزت شعور جميل جدا. يعني الخوف كله وانت في الهواء، يعني وانت جوه الطياره، اول ما خرجت من الطياره خلاص بقى شايف الصحراء، الدنيا صفرة خالص، الناس حواليك نازله الطياره، يعني انت بتشوف الطياره طول وانت تحت وهي فوق، انت والطياره في الهواء، منظر يعني بص ما قلت لك مش هتتخيل الموقف كان عامل ازاي، يعني حاجه ما ينفعش اوصفها. يعني لعبه المظلات هي لعبه في الاساس كانت لعبه عسكريه، فاهم حاجه فيها الانضباط. ايه اللي خلاكي تلعبي مظلات وانت بنت، ودي رياضه معروف ان هي ممكن تبقى صعبه شويه؟ عشان متعه اللي فيها، يعني ان انا انط من الطياره وابقى في الهواء كده لوحدي، متعه يعني فيها متعه وفيها مغامره، وان انا اقدر اتغلب على خوف او حاجه، ففيها شجاعه طبعا. يعني هي حاجه جديده، يعني لعبه فيها اكسايتنج وكده، ما فيهاش يعني حد بيلعبها كتير، وكمان بنات قليله قوي، فحاجه جديده. قفزتي كام قفزه؟ قفزت قفزه واحده. كان شعورك ايه لما قفزتي القفزه دي؟ هو قبلها كنت قلقانة شوية، بس بعدها يعني كنت مبسوطة بقى بعد ما نطيته في الهواء، كان إحساس حلو، يعني كان حاجة كويسة. يعني رياضة تعلم ممارسيها الشجاعة والحكمة وضبط النفس وترفع مستوى اللياقة البدنية، هي رياضة جديرة بالممارسة، هي رياضة القفز بالمظلات. عايز أقفز، عايز أبقى زي أخوي عمرو أحمد. صباح دريم.